متابعي قناه الاهلي في كل مكان، عقب انتهاء قرعه البطوله الافريقيه لكره اليد رجال وسيدات رقم 34 بيندمجنا طبعا المهندس محمد الجارح رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كيف ترى طبعا بطوله كره اليد سيدات ورجال، الحضور الرائع والمميز على راسهم طبعا لو بنتكلم على دكتور مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي، عدد كبير جدا متواجد النهارده، كيف ترى البطوله كده؟ طبعا احنا بنشكر الحضور سواء من الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري، واحنا يعني في قعدتنا معاهم بنوعدهم باذن الله ان شاء الله بتنظيم يليق باسم مصر ويليق باسم النادي الاهلي. احنا الحمد لله خلصنا بطوله الطايره وكان تنظيم الحمد لله جيد، وان شاء الله عندنا كمان يومين بطوله الطايره رجال، وان شاء الله بطوله الهاندبول وبطوله السوبر سواء اللي هتتلعب هنا على ملاعب النادي الاهلي او سواء اللي نقلناهم لاستاد القاهره، السوبر تخرج بشكل ان شاء الله يليق باسم النادي الاهلي. عدد كبير من اللجان بيعمل في كافه الاتجاهات في بطوله الرجال لكره الطايره وبطوله اليد، يعني ازاي بقادرين نوفق هذه الامور الخاصه؟ لان المجهود بيبقى كبير جدا يا استاذ محمد، لان العدد مع الفرق المشاركه، يعني ازاي بنقدر نعمل هذا الامر؟ بص، النادي الاهلي طول عمره متعود على تنظيم المحافل والبطولات الكبيره، اللجان اللي موجوده في النادي كلهم كفاءات، كلهم ناس اشتغلت قبل كده وكلهم خبرات، كلنا بنتعاون وان شاء الله يعني التعاون ده هيثمر ان شاء الله بطولات سواء في الطايره او في اليد حاجه كويسه تليق باسم النادي الاهلي. قرار مميز على ما اعتقد نقل مباراه الاهلي والزمالك لصاله الاستاد القاهره لعدد الكبير ان شاء الله للجمهور. يمكن كمان كنت بتكلم مع الدكتور مدحت البلتاجي، قال عدد الكاميرات الامور بتبقى ليها مساحه كبيره لا تقليل من صاله النادي الاهلي، لكن يعني الحدث كبير شويه على المباراه. بص هقول لك على حاجه، صاله كبيره في استاد القاهره تشيل عدد اكبر من الجماهير، احنا يهمنا حضور الجماهير في المباراه دي، ان الامن يبقى عنده مساحه اكبر لتامين جمهور الفرقتين. كل الكلام ده احنا بندرسه، حسينا ان يعني الدنيا افضل في استاد القاهره، وده ان شاء الله باذن الله نادي الاهلي يفوز بيها باذن الله. الرساله الاخيره، زي ما يمكن فوزنا في بطوله الطائره السيدات ان شاء الله بنتمنى البطولتين اليد تكون من نصيبنا مع بطوله الرجال، رسالتك ايه للسيدات والرجال قبل البطوله دي يا محمد؟ احنا الاول ان شاء الله عندنا كمان 3 ايام افتتاح بطوله الطائره الرجال، ان شاء الله التنظيم يخرج كويس وان شاء الله البطوله النادي الاهلي يحققها، وبعد كده ان شاء الله نركز بقى في بطوله اليد، وباذن الله ان شاء الله يكون في تدعيمات كمان لفريق اليد سواء رجال او سيدات قبل البطوله. اشكرك، شكرا.